حياكم الله مشاهدينا واهلا بكم في حصادنا لهذه الليله والبدايه من العناوين. إذن مشاهدينا، التحركات المتزايده والمستمره لسفيره الولايات المتحده الامريكيه يشير لها المراقبون ويضعونها تحت مجهر التفاسير والمقاصد، حيث صرحوا باهداف وغايات وراء هذه الزياره للانبار ولقائها عدد من الشخصيات والتباحث في ملفات مهمه، فهي اضافه الى تجاوزها الأعراف الدولية والدبلوماسية للسفراء. يرى المراقبون أنها تبعث رسائل بدعمها لكبار الفاسدين في العراق ومساندتهم، وبالتالي الاتفاق على الكثير من الأمور التي تخل بالعمل الإصلاحي للدولة، أمر مرفوض من قبل الأوساط السياسية والشعبية، مع مطالبات بضرورة وضع الحد لتلك التحركات المشبوهة. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، وفي الأول من آيار، يحتفل أبطال السواعد السمر بعيدهم العالمي والذي تكرس عبر التاريخ الحديث. هذه المناسبة فرصة استذكار شريحة الحقوق المسلوبة من الأساس والتي قدمت تضحيات جسام في بناء البلاد، لكنها ما زالت دون مستوى ما يليق بها من إنجازات، فهي بحاجة إلى سن تشريعات جديدة وتفعيل قوانين الضمان لتحقيق العدالة والمساواة، فهي طبقة مضحية على مر الأزمنة وكان لها الدور الكبير في إعلاء صروح العمران والتشييد وتقديم الخدمات. الولايات المتحدة تسعى لضمان تنفيذ مصالحها وبقائها داخل الأراضي العراقية من خلال التوغل في الأمور الداخلية للبلاد عن طريق سفيرتها، لا سيما الأخيرة إلى محافظة الأنبار، التي أشار مراقبون إلى أنها تحمل بين طياتها علامات استفهام عدة، وفي ذات الوقت محاذير من استقبال المسؤولين لها وازدياد اجتماعاتها معهم. المزيد من التفاصيل مع زميلة نهى الشمري. بين إثارة الجدل والفتن تعود واشنطن عبر سفيرتها في العراق لتفعيل خطواتها التي وصفت بالاستفزازية من خلال لقاءات واجتماعات مع شخصيات عراقية ذات نفوذ في البلد. زيارتها الأخيرة إلى الأنبار يشار إليها بالشبهة والمخاوف التي تحملها، ومن جانب آخر قبول الأنبار بتدخلات واشنطن التي تحاول مد أذرعها داخل العراق. فهذا السلوك المريب الذي تنتهجه الولايات المتحدة عبر أدواتها داخل البلد تفسر بمقاصد وأهداف تنوي إدخال العراق تحت سيطرتها وعدم استقلاله، خصوصا في المرحلة الراهنة. إلينا رومانوسكي وصفها المراقبون شخصية مثيرة للجدل والسخط بين الأوساط السياسية والشعبية الرافضة لتحركاتها، كونها خبيرة في قضايا الأمن والتجسس ومن ضباط وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، الأمر الذي يثير الاستفهامات حول تحركاتها التي لا تخضع للقوانين الدولية مخالفة بذلك الأعراف الدبلوماسية السائدة كما يصرح الخبراء، ويحملون وزارة الخارجية مسؤولية تحركاتها التي يجب أن تخضع لعدة اعتبارات وأطر قانونية وتحجيم دورها في المهام الدبلوماسية المناطة لها. والتحذيرات تتوالى من دعمها لكبار الفاسدين بعد اجتماعها معهم في الأنبار، ومخاوف من انعكاسات هذه الزيارة في المرحلة الراهنة، خصوصا بتزامنها مع نية رئيس الوزراء للتغييرات الإدارية. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب بضيفنا الكريم مباشرة بصوت وصورة من بغداد، الباحث بالشأن السياسي الأستاذ حسين الجنابي. أهلا بكم أستاذ حسين، وبداية
حول زيارات متكررة للسفيرة الأمريكية في العراق وتحركات كثيرة أيضا، أكو بعض المراقبين يضعون بها إشكاليات، البعض الآخر يرى أنها مسألة طبيعية، فهناك زيارات تقوم بها حتى السفارات العراقية في بعض البلدان للعديد من المحافظات، يلتقون بمسؤولين آخرين. شنو المشكلة من زيارة السفيرة الأمريكية بالعراق لمسؤولين أو محافظات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولمشاهديكم الكرام. بالتأكيد أن أي تحرك دبلوماسي أو لسفير دولة مثل الولايات المتحدة التي من أساسيات سياستها الخارجية هي التدخل في شؤون الدول، وخصوصا أن لدى هذه الدولة أي سفيرة الولايات المتحدة قوات عسكرية، سواء كان توصيفها قتالية أو استشارية. لا. وبالتالي هذا النشاط الذي تمارسه السفيرة الأمريكية، وخصوصا فيما إذا أردنا أن نحدد ملامح أو أهداف هذا التحرك، لابد أن نعرج قليلا على تاريخها المهني، حيث أن لديها ما يقارب 10 سنوات عمل في المخابرات الأمريكية، وانتقلت من هذا السلك الأمني إلى السلك الدبلوماسي، وبالتالي هكذا شخصية دبلوماسية تمتلك تاريخ أمني، وتسخر هذه الخبرات والطاقات والقدرات في صميم العمل الدبلوماسي. هذا يعني أن هناك تحركات وبوادر توصيف جديد للمشروع الأمريكي أو للسياسة الأمريكية بشكل عام. لا. يأتي هذا التحرك أو النشاط السفيرة الولايات المتحدة في العراق، هو يأتي انسجاما أو كردة فعل تجاه ما يحدث في المنطقة. مثلا عودة العلاقات الدبلوماسية ما بين السعودية وإيران، بسبب أنه هناك دورا صينيا كبيرا في المنطقة استطاع تذويب هذا الجمود بين الدولتين، إضافة إلى أن الصين استطاعت من إنشاء من خلال القمة الاقتصادية التي عقدت في السعودية، أي سميت قمة عربية إسلامية في رعتها السعودية، وبالتالي تشبه هذا النشاط كتأسيس منظمة أو منظومة اقتصادية إقليمية. شعرت الولايات المتحدة من هذا الدور الصيني وكذلك الدور السعودي والدور الإيراني أن مصالحها في المنطقة باتت مهددة، لذلك دورها ووجودها العسكري في العراق تعتبره محطة مهمة لما للعراق من يعني مساحة أو جغرافيا مهمة أهمية ودور اقتصادي كبير في كعقدة تواصل كطرق تجارية، وكذلك لما يمتلكه من طاقة حيث يعتبر عنصرا طاقويا في المنطقة، كما أن الغاز في الأنبار والغاز في لكن كل هذه الملفات مو أكو إمكانية للتباحث مع الحكومة المركزية دون الذهاب إلى الحكومات المحلية؟ شعرت الولايات المتحدة أن التواصل مع العملية السياسية أو هناك من يحمل مصالح الأمريكا من خلال العملية السياسية غير كافي، لابد أن يكون لديها علاقات في الشارع العراقي، ولذلك وجدنا السفيرة الأمريكية حتى تحضر مأدبة إفطار في رمضان مثلا، تحضر جلسات اجتماعية للشيوخ العشائر، ولذلك هذا يأتي انسجاما مع الفكرة الأمريكية أنه عليها أن تتغير وتأخذ دورا جديدا في بناء العلاقات في العراق، وهذا يأتي كما قلت قبل قليل كرد فعل لما حدث في ما بين السعودية وإيران والدور الصيني في المنطقة. طيب إذا تسمع لقاطعك، يمكن السفير الياباني في العراق سابقا أيضا كان عنده هكذا زيارات اجتماعية، لكنه لم يبحث ملفات مهمة إلا مع الحكومة المركزية أو عن طريق وزارة الخارجية. أرجع لك إلى التفاصيل سيد حسين، لكن دعني أرحب أيضا بالقيادي في تحالف الأنبار الدكتور محمد دحام. أهلا بكم دكتور، ينضم لنا عبر سكايب. أهلا بكم دكتور محمد، وأود أن أسألك يعني عن قضية المعلومات أو تسريبات أو مؤشرات عن
استبعاد محافظ الأنبار عن منصبها، تعتقد هكذا زيارة من قبل السفيرة الأمريكية ولقائها بالسيد المحافظ ممكن أن تبعث رسائل دعم للإبقاء على منصبه أو إبقائه في منصبه؟ بداية مساء الخير لك وللضيف الكريم والمشاهدين الكرام. مساء الخيرات. أعتقد أنه قضية الزيارة الأخيرة للسفيرة الأمريكية إلى الأنبار ولقائها بالمحافظ وبالحزب الحاكم وقد أثار استغراب أبناء محافظة الأنبار، وأيضا الاستغراب الآخر هو عن التوقيت، لماذا تم اختيار هذا التوقيت بالذات، لا سيما في ضوء جو مشحون في محافظة الأنبار، لا سيما بعد إثارة موضوع الفساد الذي تبنته هيئة النزاهة ولجنة مكافحة الفساد والمؤسسات القضائية الأخرى، والتي قدمت جميع الأدلة لهؤلاء، وجميعهم الآن عليهم مذكرات قبض وقسم منهم عليهم مذكرة استقدام بما فيهم السيد المحافظ. نحن نستغرب بلقائها بالسيد المحافظ بهذا التوقيت، وأيضا بمجموعة من الشخصيات أيضا الموالية للحزب الحاكم في محافظة الأنبار. فبالتالي إذا كانت تبحث عن الأمن والاستقرار كان من باب أولى أن مثل ما التقت بالمحافظ وبالحزب الحاكم أن تلتقي بشخصيات سياسية وشخصيات اجتماعية أخرى لتنقل صورة واضحة إذا كانت تبحث عن الأمن والاستقرار في محافظة الأنبار. لكن أعتقد أنه كان التوقيت لها، وهي بالأصل كان من باب أولى أن هذه الزيارة أن يرافقها وفد حكومي من الحكومة المركزية في بغداد، ولكن نستغرب أنه لا يوجد معها أي وفد حكومي لا سيما من وزارة الخارجية العراقية، وكأنما الأمر طبيعي جدا. وهذه التدخلات في شأن محافظة الأنبار بالتالي لربما يؤثر سلبا على محافظة الأنبار، وبالنتيجة سيلقي باللائمة على أبناء محافظة الأنبار، علما أبناء محافظة الأنبار لم يكن لهم الدور في استقبال أو رفض هذا الضيف. فبالتالي كان من باب أولى أن يكون هنالك لقاء بجميع الأطياف وتنقل صورة واضحة، ولكن على ما يبدو هي جاءت لدعم حزب على حساب مجموعة أخرى، وأيضا هي لأخذ صورة لإعطاء ربما تطمينات لبعض الأشخاص على أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على تقديم الدعم، وإذا كانت بالفعل الولايات المتحدة قادرة على تقديم الدعم كان من باب أولى أن أيضا تقدم الأدلة وأيضا تحث الحكومة المركزية على ضرورة إبعاد الفاسدين عن السلطة، لأن هذا بالنتيجة سوف يؤثر على سمعة محافظة الأنبار، وبالتالي طيب ربما يربك المشهد مع دكتور محافظة الأنبار وحكومة المركز. في هذه الحالة دكتور، يعني لقاء رومانوسكي مع قيادات سياسية من جهة سياسية معينة على حساب جهة سياسية أخرى أو دون جهة سياسية أخرى ومع مسؤولين عليهم مؤشرات فساد وغيرها، ما راح يسهم أو ممكن أن يسهم بخلط الأوراق في المحافظة، خصوصا أكو مشاكل سياسية داخل المحافظة حاليا؟ هو لن يخلط الأوراق، الأوراق واضحة، لكن نحن نستغرب يعني من السفيرة الأمريكية، يعني كان من باب أولى إذا زارت المؤسسات الرسمية كان من باب أولى أيضا أن تدعو مجموعة من الشخصيات والقوى والأحزاب الفاعلة في محافظة الأنبار والتي كان لها دور كبير سواء في مقارعة الإرهاب أو هي شخصيات معروفة، ولكن لربما هي غير موجودة بالعمل السلطوي، لكن هي موجودة كشخصيات سياسية لا زالت طامحة وفاعلة ومشاركة في العمل السياسي. فكان من باب أولى أن تأخذ الصورة ووجهة النظر عن محافظة الأنبار من زوايا متعددة وليس من زاوية الحزب الحاكم فقط. ولكن نلاحظ أن السفيرة الأمريكية في زيارتها قد جارت أحزاب وشخصيات نافذة في حكومة الأنبار واستبعدت وبتقصد الأحزاب والشخصيات الأخرى، وهذا طبعا مؤشر غير إيجابي لزيارة السفيرة الأمريكية إلى محافظة الأنبار. طيب أعود لك أستاذ حسين، يعني إذا كانت زيارات السفيرة الأمريكية خصوصا للأنبار مؤخرا عليها هذا الكم الكبير من المؤشرات والمخالفة للضوابط الدبلوماسية، ليش ماكو موقف حكومي رادع بحقها؟ شو خلينا نتكلم بصراحة، يعني الموقف الحكومي اليوم هو يعني مسلط عليه الكثير من السهام، حاليا هو
من أولوياته النجاح في ملف الفساد وملف تقديم الخدمات، ولذلك نجد السيد رئيس الوزراء يجتهد في هذا الموضوع على اعتبار أن من أولويات هذه الحكومة هو تهدئة الشارع، والتهدئة لا تتم إلا عن طريق تقديم الخدمات ومحاربة الفساد. كما أن السفيرة الأمريكية في زيارتها إلى الأنبار يعني هناك عشائر أصيلة التي حاربت داعش وانتصرت على تنظيم داعش الإرهابي وقدمت الكثير من الشهداء في هذه المحافظة، رفضت واستنكرت نشاط السفيرة الأمريكية. هذا النشاط الذي يعني وحسب الأساسيات للسياسة الأمريكية أن الموظفين الحكوميين لا يستقبلون ولا يزورون أي شخصية متهمة بالفساد أو هناك عليها الكثير من الإشارات، فهذه السيارة تعتبر دعم لهذه الشخصية. لذلك هم مثلا الشخصيات المتهمة بالإرهاب يعني من أساسيات الحكومة الأمريكية لا تزور هذه الشخصيات. اما زياره السفيره الامريكيه تحديدا اما سفيرة... عليها مؤشرات او اكو تهم؟ نعم هناك مؤشرات وهناك ملفات كثيره يعني انتشرت في الاعلام ان هناك لدى محافظ الانبار تورط في موضوع توزيع قطع الاراضي مع شخصيات كبيره. ولذلك زياره هذه السفيره في هذا التوقيت بالذات يعطي ضمانه لهذه الشخصيات من يعني متابعة وملاحقة الأجهزة المختصة في هذا الشأن من الحكومة العراقية في متابعة هذه الشخصيات. لذلك هذا ما يدعونا إلى الاستفسار والاستنكار والخوف من أن السفيرة الأمريكية بدأت تتدخل حتى في قضية هذه من المهام الصغيرة للحكومة العراقية وهو من واجباتها ومن البرنامج الحكومي الذي أعلنه السيد رئيس الوزراء بأن من ملفاتها هو مكافحة الفساد. فكيف تستطيع الحكومة مكافحة الفساد وهناك تأييد وغطاء دولي لهذه الشخصيات المتهمة بالفساد؟ لذلك يعني لابد أن يكون هناك موقف منسجم ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. فمثلا هناك يعني في إحدى تغريدات السفيرة الأمريكية بان زيارة نائب رئيس مجلس النواب بأنها تحاورت وناقشت مع السيد نائب رئيس مجلس النواب ملف المواطنة وملف حقوق الإنسان والباقي الملفات الأخرى وملف أيضا قانون الانتخابات. هذا يدعونا إلى التساؤل، هل هناك رضا مبطن من قبل هذه السلطة أو السلطتين على وجه الخصوص تجاه نشاط السفيرة الأمريكية؟ فنطالب من خلال هذه القناة أن يكون هناك موقف واضح تجاه هذا النشاط، وإذا كان هذا النشاط طبيعي لابد أن تعلن أهدافه. ما الأهداف؟ خلينا نستفسر عن هذه الأهداف من دكتور محمد. دكتور تعتقد يعني أكو حقيقة لهذه المخاوف من دعم أمريكا لموضوعة إقامة إقليم سني في محافظة الأنبار؟ تعتقد أكو تنسيق وتم التباحث لهذا الملف بهذه الزيارة التي سبقها كما تؤكد بعض المصادر أن هناك دعوات من سياسي الأنبار أو حكومة الأنبار المحلية للسفيرة لزيارتها؟ نعم بكل تأكيد نحن جميعا لسنا ضد إنشاء أقاليم باعتبار أن الدستور العراقي أقر بذلك، لكن على أن يكون هذا الموضوع موضوع داخلي يقر داخل العراق، ومن يقرر هم أبناء محافظة الأنبار. يعني حتى إذا كان هناك طرح لموضوع إقليم لمحافظة الأنبار لا ضير بذلك وفق الأطر الدستورية، لكن الآن حتى أبناء محافظة الأنبار هم غير متفقين على المضي بمشروع الأقاليم في هذه الفترة، لكون أن الفترة هي غير محرجة وصراع سياسي كبير في محافظة الأنبار وخارجها. لكن أكو بعض الأطراف اللي التقت بهم رومانوسكي هي راغبة بإقامة هذا الأقليم في هذه الفترة تحديدا. أنا أعتقد أنه هي لم يتم الإعلان، ولكن ربما يعني نحن لماذا نقول أنه التقت ب يعني فئة سياسية دون غيرها؟ فبالتالي يعني لو كان التقت بمجموعة من الفئات الأخرى لربما المعارضة للأحزاب الحاكمة أو بصورة دستورية كان وصلت الصورة بشكل أوضح.
وبالتالي نحن لا نريد في محافظة الأنبار أن نكون جزء من أجندة أمريكية أو من أجندات خارجية تسعى بالنتيجة أن يكون هنالك صراع بين محافظة أبناء محافظة الأنبار وحكومة المركز، لأنه لا نريد أن نعيد سيناريو 2013-2014. نحن نريد أن نبقى في الدولة بوفق الأطر الدستورية، وإذا كان هنالك من باب أولى أن يطرح من أبناء محافظة الأنبار. لكن أحب أن أؤكد أنه أبناء محافظة الأنبار لحد هذه اللحظة وإن كانوا مع طرح إقليم، لكن عليه أن يرحل في هذه السنوات، لأنه نعتقد نحن أبناء محافظة الأنبار أنه الأجواء غير مناسبة لطرح موضوعة الإقليم، لأنه لا الحكومة المركزية مستعدة ولا نحن في محافظة الأنبار مستعدين، وأيضا مجالس المحافظات هي الأصل في حسم الموضوع هي غير موجودة من الناحية الدستورية. فبالتالي الطرح هكذا مواضيع لربما يثير الإرباك بين أبناء محافظة الأنبار، ونحن لا نريد أن ندخل في خصام كأبناء محافظة الأنبار، وأيضا لا نريد أن ندخل في مساجلة وجدل مع الحكومة المركزية في هذا التوقيت. شوف أستاذ حسين، يمكن بسبب كل هذه المعطيات التي ذكرت، يعني سبق لرئيس مجلس الوزراء السيد السوداني وجه بأن أي تحركات، لقاءات، زيارات للسفراء، خصوصا هذا القرار يمكن جاء بسبب زيارات وتحركات السفيرة الأمريكية، هذه الزيارات يجب أن تكون بوجود ممثل من وزارة الخارجية. لكن هذا الموضوع لماذا لم يطبق؟ لماذا الخارجية لم تفرض ضابط دبلوماسي ينظم أو يحد من هذه التحركات؟ بالتأكيد هذا وفق السياقات الدبلوماسية المتعارف عليها. النشاط الدبلوماسي للسفراء محدد ببروتوكول معين، تكون الزيارات حتى مثلا المنظمات مثلا الغير مرتبطة بالحكومة تكون بعلم الحكومة بإشراف الحكومة، هذا في الوضع الطبيعي. لكن في العراق بما أن العملية السياسية حقيقة غير مستقرة، وهناك بعض أطراف العملية السياسية من يعتمد على الدعم الخارجي في أن يكون فاعلا في العملية السياسية، وهناك من يعطيه الصك الضمانة في أن يكون محوريا وفاعلا في العملية السياسية، هذه هنا هي تكمن المشكلة. فلو كانت العملية السياسية مبنية على أسس ومعايير وطنية لما استطاعت السفيرة الأمريكية أن تتجول في العراق بهذا الشكل. حتى باقي السفراء، أيضا كان السفير التركي في فترة من الفترات هناك نشاط له كبير في المحافظات العراقية. هذا يعطينا يعني تصور، أو على الأقل هناك مجسات أن هناك اختراقات في العملية السياسية، وهناك تأييدات من كبار قادة العملية السياسية في دعم هذه النشاطات، أو على الأقل يغض النظر عن هذه النشاطات لتمارس يعني دورها في بناء علاقات مجتمعية خارج رقابة وإشراف الدولة العراقية. هذا يعني هو جزء من السياسة الأمريكية التي تحولت وأخذت مسار جديد كما قلت بعد الدخول الصيني للمنطقة، وكأنما بدأت الولايات المتحدة ترى في العراق يعني مكانة المهمة والمحورية في إدارة المنطقة، حيث أنه فيما لو خسرت دورها في العراق وخسرت يعني علاقتها مع العراق، هذا يعني أنه خسرت المنطقة بشكل كامل. فالمحيط الذي الإقليمي للعراق هي إيران، لا تمتلك على العلاقات مع الولايات المتحدة، كذلك السعودية ابتعدت عن موضوع علاقتها مع الولايات المتحدة، كذلك تركيا أيضا لا ترتبط بالولايات المتحدة بعلاقات جيدة. ولذلك يعني ترى الولايات المتحدة أن العراق هو الأرض الخصبة والمناسبة لبقائها، لذلك ستحاول أن تمارس كل ما تملك من قوة ومن نشاط ومن تأثير ومن ضغط على قادة العملية السياسية من أجل أن تثبت وجودها واستقرارها في العراق. طيب أعود لك دكتور محمد، يمكن أهم مؤشر على هذه الزيارة للأنبار هو لقاء السفيرة الأمريكية بجهة سياسية دون غيرها، لكن شنو تتوقعون كان يعني الحديث اللي دار أو الاتفاق اللي دار بين السفيرة
والمحافظة والجهات السياسية الأخرى؟ احنا حسب التغريدات للسفيرة الأمريكية وما تناقلته من بعض الأخبار إلى أنه جاءت بشكل معلن على أنها لدعم الاستقرار وزيارة بعض المشاريع التي قدمتها الحكومة الأمريكية للعراق. طبعا نحن لا ننكر أنه موقف الولايات المتحدة الأمريكية في مقاتلة الإرهاب والتي لا زال الغطاء الجوي الأمريكي موجود في محافظة الأنبار وأيضا قاعدة عين الأسد، لكن على ما يبدو أن المؤشرات هي جاءت لدعم مجموعة من الأشخاص الذين لربما هنالك تسريبات لاستبدالهم أو نتيجة لظهور مذكرات استقدام أو إثارت حولهم الكثير من صفقات الفساد، لربما أعطتهم بعض التطمينات بأن وضعهم غير حرج. يعني تتوقع دكتور أن بعد هذه الزيارة محافظ الأنبار راح يبقى بمنصبه؟ دكتور إذا تسمعني سألتك أنه تتوقع بعد هذه الزيارة وهذا اللقاء بالمحافظ مع السفيرة، تعتقد المحافظ راح يبقى بمنصبه؟ أنا أعتقد أنه المؤشرات حسب هيئة النزاهة وأيضا لجنة الفاسدين، أعتقد أنه منصب المحافظ خلال الأيام المقبلة أعتقد أنه سيتم تغيير المحافظ نتيجة ما أثير حوله من شبهات فساد، وبالتالي الآن الحكومة المركزية محرجة أيضا لعدم إمكانيتها بالدفاع عن محافظ الأنبار، وأيضا حتى السفيرة الأمريكية وهي في وضع محرج أيضا لا يمكن الدفاع عنه، لأنه حجم الفساد لا سيما في موضوعة الأراضي يعني كبير جدا ولا يمكن التستر عليه، لأنه هذا بجانب قانوني لا سيما التصريحات التي أدلى بها وزير العدل والتي قال أنه أغلب هذه القطع الأراضي التي تم تسجيلها هي تم تسجيلها بطريقة غير قانونية، وبالتالي نحن لا نتكلم عن 1000 و2000 قطعة سكنية، نحن نتحدث عن أكثر من 100,000 أو 200,000 قطعة سكنية هي مسجلة بطريقة غير صحيحة، ولربما هذه الأزمة أو هذه القضية هي بحد ذاتها أن تنهي حكومات وليس محافظ فحسب. الشكر الجزيل لكم القيادي في تحالف الأنبار الدكتور محمد دحام، كنت معنا ضيفا كريما عبر سكايب، شكرا لك دكتور. وشكرا جزيلا لكم الباحث بالشأن السياسي الأستاذ حسين الجنابي، كنت ضيفا كريما. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام، وكل عام وعمال العالم والعراق خصوصا بألف خير إن شاء الله. وبداية والحديث أكثر عن تفاصيل هذه المناسبة وهذه الذكرى، نرحب بمدير المعهد الثقافي العمالي الأستاذ طالب الطاي. أهلا بكم سيد طالب ضيفا كريما. يا مرحبا. بداية سيد طالب، وفي هذه المناسبة في كل عام العراق خصوصا يستذكر حقوق العمال ومعاناتهم ومظلوميتهم، وانتهى الموضوع، ماكو أي تقدم نحو منح هذه الحقوق للعمال؟ تسمعني سيد طالب؟ نعم أستاذ، نعم. تحية لقناتكم الموقرة ولمتابعكم الكرام، وتهنئة حارة إلى عمال العراق والعالم والمجلس الخليجي لشهداء الطبقة العام العراقية لهذه المناسبة الكريمة. الحقيقة مطالب العمال لا تنتهي، والعمال قدموا الكثير من التضحيات والجهد من أجل استحصال حقوقهم المشروعة والقانونية، إلا أنه الظروف أصبحت غير مواتية بسبب الصراع القائم بين الكتل السياسية
وكذلك تباطؤ في تشريع القوانين، وكذلك الفوضى العارمة اللي بالساحة النقابية بسبب تواجد الكثير من التحالات الغير الشرعية التي وجدت من أجل الجباية واستنزاف العمال، فبالتالي المسألة أصبحت مرمرة الكرام، وحتى العام العراقي أصبح لا يشعر بالعيد. البطالة التسعات والمعامل متوقفة، المصانع متوقفة، العمالة الأجنبية مستشرة في العراق بشكل غير قانوني، المستورد المنفلت داخل العراق أيضا بصورة غير مشروعة. هذه كل الأسباب أدت إلى أنه العامل ما عاد يشعر أنه حقوقه يعني موجودة ومكتسبة. على كل حال إن شاء الله الاتحادات، اتحاد العراق، اتحاد عمل قوات العمال في العراق مجيد ومجتهد جدا من أجل ضمان حقوق العمال من خلال تشريع قانون التقاضي الاجتماعي الجديد، وكذلك تعديل بعض فقرات قانون العمل بما يتلائم مع استحقاقات العمال ومتطلبات حياتهم الاجتماعية. طيب، اليوم السيد رئيس الوزراء أكد الحرص على تفعيل قانون العمل. هذا القانون موجود لكن معطل منذ سنوات طويلة، وأكد الحرص على إكمال إجراءات تشريع قانون أيضا التقاعد والضمان الصحي أو الضمان الاجتماعي عفوا للطبقة العاملة. هل توجد فعلا مؤشرات على الوصول إلى هذه المرحلة من حقوق العمال؟ يعني رغم وجود 8 نقابات واتحادات للعمل والعمال في العراق، لكن يعني سيد طالب، لماذا حتى الآن لا يزال المجتمع العمالي دون حقوقه الكاملة؟ الحقيقة قانون العمل نافذ، موجود قانون رقم 37 لسنة 2015 نافذ، لكن به بعض الفقرات بحاجة إلى تعديل. أما قانون التقاضي الاجتماعي فهذا قضية مستعصية مضى عليها عدة سنوات. الحقيقة يعني احنا قدمنا مسودة لهذا القانون من 2004-2005 عندما كان اياد علاوي رئيس سلطة تشريعية وتنفيذية، لكنه القانون بالإدراج هسه وصل مرحلة نهائية. وإن كان الشباب، بعض الشباب وإحنا كعمال قدمنا لائحة بالعديد من الفقرات اللي يجب أن تعدل ويجب أن تضاف من أجل يكون عامل ضامن لحقوقه والتي يناضل من أجلها، ونظير الجهد اللي قدمه والعطاء اللي يبذله. فنتأمل إن شاء الله إحنا بحكومة السيد محمد شاع السوداني يقر هذا القانون إن شاء الله. طيب، السودان يؤكد الحرص على يعني تفعيل هذا القانون اللي هو موجود لكن غير مفعل، لكن إلى أي درجة يعني تتوقعون سيد طالب أن هذا القانون سيسهم، تفعيل قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي إلى أي درجة سيسهم بالارتقاء بواقع شريحة العمال والتي وقعت فريسة الاستغلال، استغلال أصحاب رؤوس الأموال، أصحاب المعامل، وأحيانا جهات سياسية أيضا؟ والله هذا القانون التقاضي الاجتماعي فيما إذا أجرت التعديلات اللي تقدم بها اتحاد نقابات العمال في العراق وأرفقت ضمن فقرات هذا القانون، سيكون قانون مجزي ويخدم الطبقة العاملة ويضمن مستقبلهم وحياة كريمة يضمن لهم وتحسين وضعهم المعاشي. أما إذا شرع بما هو عليه الآن، إحنا متحفظين على فقراته، وخصوصا كانت فقرات من المادة 80 لغاية المادة 86 في القانون السابق. هذه كانت بها خدمات اجتماعية، خدمات ترفيهية، خدمات صحية ما بعد التقاعد، هذه تم رفعها. وإحنا حاليا مصرين أنه يجب أن تدرج بهذا القانون ليكون قانون شمولي يخدم الطبقة العاملة وتطلعاتها. طيب، ممكن أن يضمن هذا القانون على الأقل المساواة ما بين العامل والموظف؟ لا، هذا القانون ما له علاقة بالموظف، لكن يرفع مستوى العامل على الأقل وحقوقه إلى مرحلة الموظف، إلى الحقوق اللي يحصل عليها الموظف حاليا. أكيد هذا القانون إحنا أكو فقرات بيه نقطة خلاف. مثلا العامل عندما يطلع تقاعد بعد أن ينهي خدمته، سواء كان من ناحية السن أو من ناحية الخدمة، فالموظف تصرف إلى مكاتب نهاية خدمة، تسمى مكاتب نهاية خدمة، يصرفها رب العمل وبالإضافة للتقاعد. هنا هالفقر العامل ما يأخذها، العامل يقول لك إذا استحق التقاعد ما يستحق مكافأة خدمة، فبالتالي يبقى العامل مو يختلف عن الموظف. أحيانا خدمة تتجاوز 40 سنة و 35 سنة، فيطلع يمسح يده بالحياة رب العمل ما يعطي المكافأة. إحنا أنا سبق وأن كنت عضو بمحكمة عمل بغداد،
حقيقة أنا دافعت عن هذه الفقرة واستطعنا أن نصرف حق للعمال بحدود 200 إلى 300 عامل. بعدين تم الالتفاف على هذه الفقرة من أصحاب العمل بالاتفاق جهات معينة، تم إلغاء هذه الفقرة وهي فقرة حساسة. إحنا هسه طالبنا بإضافتها بهذا القانون، وكذلك طالبنا بإضافة نسبة 1 إلى 2% غلاء معيشة بالإضافة للراتب، وكذلك طالبنا بتعديل بعض الفقرات اللي تساعد من ناحية المادة، يعني الحالة المعاشية مثل رفع الأجور، طالبنا كذلك بضمان حق العامل الصحي حتى بعد التقاعد، طالبنا أيضا حتى أنه السماح للعامل بحجز مقعد إلى الحجز لمرة واحدة، وطالبنا بإيجاد وسائل ترفيهية للعامل وعائلته والضمان الصحي للعامل وعائلته. ونتأمل إن شاء الله صار اتفاق بيننا وبين الجهة العامة البرلمانية أنه يتعاونون معنا من أجل تطبيق هذه الفقرات. اليوم أيضا كان للشيخ أمام حمودي دعوة للحكومة ومجلس النواب لحماية حقوق العامل، خصوصا بقضية حماية سوق العمل من العمالة الأجنبية. العمالة الأجنبية لأي درجة أثرت بتراجع واقع العامل العراقي؟ العمالة الأجنبية هي غير مشروعة، لأن الدوائر العراقية ما طالبتهم. سابقا كان العامل الأجنبي يطلب وفق مواصفات فنية وفق الاحتياجات، يعني هسه لا، فوضى، يجون عن طريق موسم الزيارات والدينية، وكذلك عن تهريب عن طريق إقليم كردستان أو جهات من مناطق أخرى. فبالتالي ذول أثروا على حتى على الحالة المعيشة للعامل العراقي، لأنه هذول يشتغلون بأقل أجر، يعني مو وفق القانون لحد الآن 350، هو يشتغل برقتين ومبيت عليه وأكله وشربه عليه، رب العمل يرتاح له، لأنه هذا ما يطالب لا بضمان، لا يطالب بإجازات، لا يطالب بتطبيق قوانين، هذا يريد يحصل هذه. العامل لا، العامل العراقي يقول لك أنا ابن الوطن، فأنا عد ما أشتغل أنا عد القانون ينصفني، قوانين المرعية والمشروعات تنصفني. فهذا السبب اللي خلى العامل العراقي مركون على صفحة، واستغلوه العمالة الأجنبية وأرباب العمل لهم النصيب الأكبر من تفشي هذه الظاهرة. أما مسألة المنتوج الوطني فهذا بلا حماية، لأنه معظم الناس المتنفذة هم التجار. طيب أنت ذكرت هسه نقطة مهمة يمكن سيد طالب، قضية دخول عمالة أجنبية عن طريق بصورة غير شرعية عن طريق إقليم كردستان، دي يدخلون بطريقة شرعية للإقليم لكن دي يصلون إلى بغداد وإلى المحافظات العراقية الأخرى بصورة غير شرعية دون حصولهم على إقامة وتصريح لممارسة عملهم. طيب هنا أصحاب العمل اللي دي يحاولون يعني يستقدمون هذه العمالة الأجنبية بطرق غير قانونية، مو المفروض أكو محاسبة لهم؟ تطلع لجان تفتيش، تجي شكاوي انه هذا المصنع بكذا عامل اجنبي، فعد ما تدخل اللجنه من باب الموقع من باب المصنع المعمل يتم اخبار الاداره تحاول بكل طريقه اخفاء هؤلاء العمال عن انظار لجان التفتيش، وبالتالي ما يشوفوهم، فما يعرف، وعد ما يلزمون يتعرضون للمساءله ما يقع به غير بس العامل الاجنبي السفر وما رب العمل، فما شفنا لحد الان احد حاسبه وقال له ليش. فقط يحاسب العامل الاجنبي ويسفر لا اكثر ولا اقل. اما بالنسبه قلت لك من محكمه عمل كانت تجي شكاوي، ذولا مقيمين ذولا يجون بناء على طلب ارباب العمل، يعني فتنتهي اقامته ما يتجدد اقامته يتحاسب هو رب العمل. طيب ايضا اليوم يعني كان هناك حديث للسيد رئيس الجمهوريه السيد عبد اللطيف رشيد، يعني استذكر كفاح ونضال عمال العراق وأكد الدعم للقدرات وتقدير أسهامهم ببناء غد أفضل ودور العمال بالمستقبل تحدث عنه أيضا، لكن قضية طبقة البروليتاريا في العالم وفي العراق خصوصا، ما مدى خطورة وأهمية هذه الطبقة التي كانت فاعلة طيلة عقود من تاريخ العراق سياسيا واجتماعيا واقتصاديا بالذات؟ اقول لك فد حاله فد موضوع عيد العمال يعني بدا تطبيقه من سنه 1886
عندما صارت مجزرة هي ماركت بشيكاغو، بعد أن قدم العمال عدد من الضحايا بالتظاهرات اللي طالبت بتعديل الرواتب، بتحديث ساعات العمل، بتحسين أمور العمل، وكذلك ضمان حقوق المرأة. بالعراق تنفذ هذا القانون، العفو العيد بدأ تطبيقه والعالم عاد به بالعراق سنة 1924، بسبب أنه كان العراق خاضع للاحتلال البريطاني، فهذول كانوا كاتمين على العمال وعلى حقوقهم. بعدين عندما بدا نشاط العمل، بدات عندنا عن طريق الجمعيات، اصبحت قوه قادره، يعني اسقطوا حكومات بالعراق، بالانتفاضات اسقطوا حكومات بالعراق، فذولا قدموا جهد وقدموا ضحايا وقدموا. لكن انت هسه تقول لي المسؤولين قال هيك وقال هيك، اليوم 1 ايار احتفال مناسبه، كل المسؤولين استغلوا المناسبه للاشاده بالعمال، باكر كل شيء انتهي. طيب الموضوع. طيب في هذا اليوم العالمي، يعني ربما تبدو مشكلة الطبقة العاملة واضحة، لكن اليوم هي عطلة واحتفاء بالعمال، والعمال جميعهم اليوم مارسوا مهامهم، راحوا للدوام، راحوا للمطاعم، للورش، للمصانع، حتى يمارسون عملهم مثل باقي الأيام، فقط احنا اللي محتفلين وماخذين عطلة. سيد طالب، يعني ما مدى المفارقة في هذه القضية؟ المفارقة انه هذا عامل قطاع خاص، هذا من يقعد ما عنده يومية، ما عنده راتب، وبالتالي يأثر على دخله وعلى عائلته وعلى وضع عائلته. فبالقطاع الخاص حقوق العمال مهدورة وما مضمونة، لانه العامل يقول لك، رب العامل يقول لك انا صاحب هذا المصنع، صاحب هذا المطعم، صاحب هذا المعمل، انا ما مجبور القانون يكبني ويقيدني، انا اذا ضغط علي القانون وفرض اجنداته علي، انا بالنسبة لي اسد المصنع، اسد المطعم، اسد المعمل والغي الوضع. تهديد، بس تهديد يعني ما يجدي نفع، هو لو الحكومه تريد تشدد عليهم. بس ثق بالله العظيم كل اصحاب الوشا المصانع والمعامل المدعومين، وبالتالي ما يخافون من يخضعون القانون اطلاقا. وهذا حال اصحاب رؤوس الاموال طيله يعني العقود من قضيه الاقتصاد والعمل والعمل في المصانع، هذا هو حال أصحاب رؤوس الأموال على حساب الطبقة العاملة والكادحة والبروليتاريا والعمال والفلاحين كذلك. لكن العمال يمكن سيد طالب، هل واصلين من مرحلة الوعي لحقوقهم التي يفترض أن يطالبون بها ويحصلون عليها ويضغطون للحصول عليها؟ هل العمال واعين، لديهم الثقافة المناسبة لمدى أهميتهم وخطورتهم؟ هناك في بعض البلدان العمال مو حتى يؤثرون على الحكم، هناك عمال يحكمون في بعض البلدان. نعم، عمال صار رؤساء جمهوريات مثل ما صار ببولندا، وعمال احنا عندنا بالعراق أصبحوا وزراء وقيادين على مستوى عالي. لكن حاليا احكي لك، العامل بحاجة إلى توعية، إلى تثقيف، لأن تعوز الثقافة القانونية وثقافة الحوار. فبالتالي إذا ما يلقى أحد يدافع عنه ويهتم بقضايا، حقوقه ضاعت. احنا حتى أحيانا بعض النقابين ثقافتهم القانونية مو بالمستوى المطلوب. فاحنا نتمنى هسه احنا مثلا عندنا معهد الثقافه العماليه، بدنا ننشر وبدنا نقيم دورات من اجل تثقيف العامل ونعرفه بحقوقه وكيف يتمكن من استحصالها، وبدنا نثقف وان شاء الله نتمكن بالمرحله القادمه انه نبث الوعي لدى هاي الطبقه المسحوقه والطبقه والشريحه الاكبر اللي قدمت تضحيات ودون ان تحصل مكاسب وحقوق يعني بقدر طموحاتها. طيب العمال هم اللي يبنون البلدان، هم اللي ينهضون بالصناعة، هم اللي ينهضون بالإعمار في البلدان. ليش دائما يعني في كل انتخابات يمكن السياسيين بالانتخابات يهتمون بالعدد من الشرائح، عدد من طبقات المجتمع، نشوف قلة اهتمام بالطبقة العاملة؟ ربما بسبب أن العمال في العراق النظام السابق حولهم إلى موظفين، وهناك من يعتقد أن تحويل العمال إلى موظفين هو من قبل صدام حسين كان لمصادرة حقوقهم ومخاطرهم وأهميتهم العمالية. هذا الإجراء اللي اتخذه صدام حسين آنذاك، الغاية منه تحجيم العمل النقابي بالعراق، هاي من ناحية. ناحية ثانية، استولى على كل المبالغ والمواد الموجبة بصندوق التقاضي مع اجتماعي لتحريك
عمليتها الحربية ضد إيران في وقتها، ولا زال هذا النظام القانون رقم 150 مطبق لحد الآن بالعراق، ونعاني من عنده احنا، لأنه العامل بالقطاع العام هو عامل أطلق عليه لقب موظف. يعني اللي يشتغل وراء الآلة، اللي دي يشتغل حداد، اللي دي يشتغل سباك، اللي دي يشتغل براد على مكينة وعلى غيره، هذا عامل مو موظف. الموظف ذاك المعروف اللي يقعد خلف الكرسي، يقعد على كرسي خلف المنضدة أقصد عفوا. فهذا الموظف اللي معروف، أما أنا عامل أشتغل على آلة وعلى وجه يسموني موظف، يعني مشكلة معقدة اللي عزلنا عن منها. وإحنا نحاول إن شاء الله هسه بالجديد أنه نطلع قانون تنظيم نقابي يختلف عن السابق، سمي قانون تنظيم النقابي للعمال والموظفين في العراق. ما ممكن لهكذا تنظيم أن يظهر للوجود ويجمع الطبقة العاملة كلها بدل ما مقسمين إلى عدة نقابات واتحادات؟ باختصار إذا تسمح. إحنا جادين مسألة التعدد الاتحادات، حقيقة هي مسألة سلبية. هم يقول لك التعددية مطلوبة، التعددية أكو تتلائم مع بعض الدول ووفق القانون الساري أو القانون النافذ في تلك الدول على أن يعني التعددية على أن لا. في قضية النقابات الاتحادات يمكن قاعدة وقانون الاتحاد قوة قد يكون مؤثر أكثر. بالتأكيد هذا ما نسعى له. بالنسبة للاتحادات هي 3-4 طلعت من رحم الاتحاد القائم. طيب. لأسباب مختلفة يعني. اما يريد موقعه وما يستحق ما يقدر ياخذه، او انتخابات. الانتخابات الاخيره جرت بدايه 22، تم توجيه دعوه لكافه القادات وكافه العمال للمشاركه في الانتخابات حتى يتسنى للعمال انتخاب قيادات نقابيه، فما جو. هسه هم يعني بعضهم يعني ما عنده قاعده، فقط عنده مجموعه معينه من النساء والرجال الملتين يجبون يفترون على مصانع، على مكاتب، على معامل، ياخذون جبايات لا اكثر ولا اقل بدون ان يكون عندهم رقم حساب بمصرف ببنك بكذا، فقط يعني بالجيب يخلوها لا اكثر ولا اقل. الاتحاد القائم القانون الشرعي هو ذاك الاتحاد اللي هي عامه مجلس مركزي وجه انتخاباته باشراف قضائي وباشراف وزاره وبالحضور وزاره العمل، وكذلك عنده رقم حساب بالبنوك حتى يكون خاضع للرقابه الماليه. هذا الاتحاد القانوني والشرعي، اما البقيه على كل حال الفوضى. وهذا الشكر جزيل لكم مدير المعهد الثقافي العمالي السيد طالب الطائي، كنت ضيفا كريما، وكل عام وانت وعمال العراق وعاملات العراق بألف خير إن شاء الله. شكرا جزيلا. والشكر جزيلا لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم ضيفنا الكريم إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.